السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أحبتي في الله أعزائي المتابعين. الفيديو الماضي أتكلمنا عن مميزات ومواصفات الدرون. الفيديو هذا بإذن الله تعالى راح نشوف مع بعض إعدادات الدرون وكيفية تشغيلها وتركيبها. قبل لا نروح أرجو الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس إذا كنت جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نجي في الأب ستور، ندخل الأب ستور، نسوي بحث دي جي آي فلاي. هذا هو دي جي آي فلاي، هذا هو التطبيق صورته، طبعا أنا منزل فتح، هذا هو شكله دي جي آي فلاي. فنجي إن شاء الله نركبه في الريموت كنترول ونشبكه على الطيارة الدرون. هذه البطارية، من المفترض انها تكون البطارية مشحونة للآخر، تأكد منها. طبعا هذه تضغطها هنا، المراوح اثنين منها لها دائرة، وهذه عادية. في الأدرة هي هذه الدائرة ملونة، هنا دراع ملون، وهذه عادي ملون البرتقالي. لاحظ هنا فيها مشبك، تحط هذا كده، طبعا تضغطها على تحت، تضغط على تحت، تضغط على تحت وتلفها كده، المراوح تمام. نجي ريموت كنترول، من هذه هنا الأصابع حقتها، وهذه هنا ركبنا الأصابع. هذا مكان الجهاز الجوال، وهذه هنا السلك، شبكنا الجوال، نشبك هذا هنا في الباور، الباور طبعا. نجي ضغطه، ضغطت الضغطه الثانيه، تضغطها وتخليك ضاغط عليها الى انه اشتغلت. وجاء التطبيق حقها، الطائرة تضغط ضغطة، والضغطة الثانية تخليك جا ضاغط عليها، هذه ضغطة، نضغط بدأت تطلع صوت، هذه هي، هذه هي طائرة جاهزة. هذا هو التطبيق،
تمام، جو فلاي. كيمبل ستوك، إعدادات المصنع. إذا ضغطنا على هذا الأزرار بيكون تيك أوف. لابد التأكد من الجي بي إس ساتلايت زيرو. الساتلايتس أو الأقمار الصناعية لا تقل عن 10 11 12 حتى تستطيع أنك تطيرها ما تواجه أي مشاكل وأن الطائرة ما تضيع عليك. يجي هنا أساسا عندك هنا شو اسمه الإعدادات السيفتي. طبعا باي باس هادي بريك، بريك بتكون على أساس إنها مستقيم أو تقفلها بتكون خطرة، لكن أنت الأفضل بتكون باي باس على أساس إذا واجهت أي اعتراضات من أشجار أو أعمدة أنوار على أساس إن تتجنبها. إعدادات الكاميرا، الفيديو، الكرافت نت، نت ان فلايت، هذا على أساس ماستر شوتس، كويك شوت، هذه في الطيارة حالة الطيران، هاي بلاس. Well, automatically shots and create help of plus video. تحديثات تخش فيها طبعا هنا السيفتي، هنا الكنترول، الكاميرا، استخدامات الكاميرا، اعدادات الكاميرا، ترانسميشن، عندك الريموت كنترول، تي جي اباوت هنا عندك الدي جي اي موديل دي جي اي، عندك الموديل دي جي اي اف 2 اس، في عندك هنا اير كرافت فيرموير، فيرموير هذه على اساس عندك تحتاج شيك فور ابديتس، لابد انك طبعا اول ما تكون جديده لابد انك تضغط فيها لان بتكون بتعمل تحديثات بتنتظر. طبعا انا خلاص على اساس اني عملت لها تحديثات انتهت التحديثات هذه، خلاص خلصنا منها. اعدادات ريزوليشن الفيديو بتختار 5K 54K، طبعا بتتغير على اساس انها 30 فيرم في الدقيقة. اذا كان 4K عندك ممكنك تغيرها 48 فيرم ل 50 الى 60 فيرم. عندك هذه 2.7 لا طبعا عندك الى 60 فيرم. 1080 هذه بتحطها على اساس انه برضو ممكن 60 فيرم. تضغط هنا على اساس الخرائط، الخريطة Find My Drone. Flashing on the pink. Gel profile, profile. Device management, DJI, DJI store, find my setting. Device management. الطائرة الحين إذا قدام إذا رفعت على فوق هذه معناتها إن الطائرة بتصير على الأمام، بتطير إلى الأمام. إذا نزلت على تحت
ترجع للخلف، جبتها على اليسار، هذا على اليسار، طبعا بتسيب، بتلف بتلف كده، بتلف لفة، بتلف لفة على اليسار. بالنسبة تروح على اليمين، هذه يصير بتلف على اليمين. هنا بالنسبة لهذه على اليسار، إذا كان على اليسار هذه بتيجي كده يسار، تمشي يسار كده، وإذا راحت يمين تمشي كده يمين. وهذه زي ما قلنا فيديو ماضي، السيمي بتحطها على أساس إن الطائرة بتطير بالبطيء، على النورمال الطائرة بتطير عادي، على السبورت الطائرة بتطير بسرعة إذا كانت تبغى توصل على هدف معين بسرعة، لكن تحسب الأمر، لأن بالنسبة للحساسات الحساسات ما حتعمل، فأنت بتحطها على النورمال حتى تكون تتجنب هذا الأزرار. طبعا بيغير بالنسبة للتصوير من فيديو إلى كاميرا، وهذا على أساس الأزرار، هنا الأزرار، هذا الأزرار بتضغط عليه تاخد شوت وبتاخد على أساس الفيديو. في حالة غلق الطائرة الريموت طبعا نفس الطريقة، تضغط الضغطة الثانية تخليك ضاغط عليها، هذه ضغطة، الضغطة الثانية خلاص انتهت. الطائرة أيضا تضغط عليها ضغطة، والضغطة الثانية هذه ضغطة، الضغطة الثانية لين طفت الطائرة. وبكده يكون انتهينا على أساس عملية تشغيل الطائرة وإعداداتها. بإذن الله تعالى فيديو تاني راح نشوف عملي في الميدان، نطير الطائرة وبنعمل على أساس موضوع تتبع الأجسام. وآخر حلقتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.